محسن رمضان جنبك يا كابتن؟ والله احنا بنناديله دلوقتي يجي، لا جنبي فيصل من احد النجوم برضو الفريق، عمل بطولة مميزة جدا وان شاء الله لعيب دولي كبير، تحمل مسؤولية في اوقات صعبة يعني. ففيصل مع حضرتك اهو. عبد الرحمن فيصل، اهلا. عبد الرحمن، وعليكم السلام. اهلا بيك، سلام ورحمة الله. مبروك يا كابتن الرحمن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. الف الف مبروك، شرفتونا بجد يعني. ربنا يخليك، ده اللي على طول لازم يحصل ان شاء الله. طيب ما هو ده هيخلينا نطمع فيكم بقى ونطالبكم بالمزيد، خاصة ان بطولة السوبر، لا المنافس المرة دي لا ده الزمالك، فبإذن الله احنا هنحارب ان شاء الله على البطولة دي. أيوة. بطولة دي فارقة في حياتنا كلنا. ان شاء الله يعني نقدر احنا دي. ان شاء الله لان كمان بطولة توديك كأس العالم للأندية، ف زي ما الكوره زي ما كره القدم راح كاس العالم السنه دي ان شاء الله، الهاندبول يكون هو الثاني موجود. اكيد اكيد، ده حلم عندنا ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحققه باذن الله. يا كابتن عبد الرحمن الف مبروك، وترجعوا بالسلامه بكره ان شاء الله. تحياتنا لباقي الفريق كله، وكنا نتمنى نكون معاكم جوه الاتوبيس واحد واحد، معلش بقى مقتضيات الامر. مفيش اي مشكله، سلم عليهم كلهم وشدد على امنياتنا للكابتن محسن رمضان، وننتظركم ووصولكم بالسلامه بكره باذن الله.